كل سنة بعد الأجازة بنحاول إننا ننظر للمشهد المصري بشكل مختلف، لأن طول ما أنت موجود جوه الحدث متورط في الأحداث اليومية مش ممكن تشوف الصورة كاملة. ودايماً بنقع في مشكلة الاستقطاب الحاد اللي بنعيشها في مصر. علشان كده مع بداية كل موسم بنحاول ندور على الصورة الكاملة، مش أجزاء منها زي ما كل واحد منا شايفها. في ناس شايفة مثلا زي ما انتوا شايفين كده الصورة نصها أبيض ونصها أسود، في ناس في مصر شايفة إن الصورة بيضة منورة كل حاجة ماشية كويسة، الأمان والاستقرار اللي كنا نسيناه لسنوات، القرارات الاقتصادية الهامة اللي بدأت بالفعل تأثيراتها تظهر، والمشروعات العملاقة اللي بتتنفذ على الأرض وبالفعل أيضا بدأت أثرها تظهر في درجة مهمة من التعافي في المؤشرات الاقتصادية اللي هنتكلم عنها بعد قليل. دي صورة موجودة، دي الصورة البيضاء. لكن في ناس تانية وبنسمعها دايما شايفة ان الامور مش بتمشي بنفس الجودة، شايفين انه كتير من هذه المشروعات القومية ليست ذات اولوية لدفع الاقتصاد، وان انعكاسها على حياة الناس مش هنشوفه دلوقتي، وان طول ما الغلاء وارتفاع الاسعار مستمر واحوال الخدمات متدهورة فأي انجاز لن يشعر به المواطن. ناس كتير كمان شايفة تدهور في أحوال الحقوق والحريات في البلد، وإن السياسة تقريبا ماتت، الأحزاب مش بتقوم بأي دور، مفيش ديمقراطية حقيقية، مجلس النواب بيوافق بس على ما تقدمه الحكومة وأشياء أخرى كثيرة. والحقيقة إن لا الصورة دي صح ولا الصورة دي صح، كل دي أجزاء من الصورة. الصورة فيها أبيض وأسود، فيها الإيجابي والسلبي، والأمور مش لازم ناخدها بانطباعات، لكن لازم ناخدها بمؤشرات وبأرقام وأحيانا بأسئلة نحاول نطرحها ونحاول نجاوب عليها. السؤال الأهم اللي بسأله لنفسي دايما أنا وزملائي وإحنا بنقدم برنامج كل سنة أو بنبتدي موسم كل سنة، هل الصورة الكاملة السنة دي أفضل من السنة اللي فاتت؟ هل إحنا ماشيين على الطريق الصحيح؟ والإجابة اللي أظن إن أنا مسؤولة عنها بالأرقام والمؤشرات هي أيوة، نحن في وضع أفضل كثيرا من العام الماضي. لازم يكون عندك قدرة على المقارنة، ما تقدرش إن أنت تشوف الصورة وتاخدها مجردة، لأنك لازم تقارن بين شيء وشيء. لو قارنت بين النهاردة وإحنا بنفتح البرنامج يوم 9/9/2017 وإحنا بنفتح البرنامج في نفس التوقيت تقريبا 2016، بالتأكيد وضعنا أفضل. لكن ونحط تحت لكن دي مليون خط، التحسن لسه بطيء، التحسن غير كافي لتنفيذ أحلامنا وأهدافنا. السيارة تتحرك فعلا للأمام لكن سرعتها لسه مش كفاية، وفي مطبات كتيرة بنقع فيها لابد أن نفاديها. هنتكلم على المؤشرات الاقتصادية بعد قليل، لكن خلونا نذكر أن الصورة مش مجرد مؤشرات اقتصادية، مش مجرد أكل وشرب وخدمات. الصورة لها علاقة بينا، بالإنسان اللي هو أساس الصورة، إحساسنا بالرضا بالسعادة. والحقيقة أنه رغم وجود إنجازات حقيقية على الأرض لا يمكن لحد أنه هو ينكرها، إحنا وإحنا ماشيين بنشوف طرق جديدة بتتشق، بنشوف مدن جديدة بتقوم، بنشوف حاجات فعلا بتحصل، لكن رغم كل ده برجع دايما أسأل نفسي عن الحالة اللي بيتكلم عنها ناس كتير، مش عايزة أقول حالة إحباط، لكن حالة من عدم الحماس، لدرجة أننا بنستنى ماتش عشان يرفع معنوياتنا، بنستنى جون عشان يرفع معنوياتنا. الإحساس ده لازم نواجهه ونحلله، ولازم صانع القرار السياسي يرصده ويعرف ليه ويعرف إزاي يعالجه. جزء طبعا من هذا الإحساس يعود لصعوبة الحياة، الحياة صعبة، الدنيا غالية، المدخرات ما بقتش كافية، ده إحنا مدركينه. لكن جزء تاني وده لازم نعترف بيه ونبقى مغرضين لو احنا ما اعترفناش بيه، له علاقة بانسداد الأفق. محتاجين نثق شوية في الناس، محتاجين نثق شوية في أنفسنا، محتاجين نفهم ان مش كل معارض عايز يهد البلد، ومش كل رأي مخالف هو عميل، ومش كل جمعية أهلية بتشتغل على الحقوق والحريات ممولة لقلب نظام الحكم.
البلد دي محتاجة كل الآراء باختلافها، ومحتاجة كل الكفاءات بتنوعها. المعارضة مش خناق، مش خيانة، والاختلاف مش رغبة في الهدم والفوضى، أحيانا بيكون رغبة في البناء.